واحتفالنا مشاهدينا باليوم الوطني بالتأكيد كان لزميلتنا نرجس العوامي وخلف الخلف تجربة خاصة في فقرة سواليف، فقرة سواليف وطنية بامتياز اليوم. خلونا نتابع. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، فقرة سواليف. اليوم احنا محتفلين باليوم الوطني 89 بطريقتنا الخاصة، معي زميلتي نرجس العوامي من مكان ثاني. أهلا وسهلا نرجس. أهلا وسهلا خلف، كل عام وأنت بخير ومشاهدينا بألف خير. كل عام والوطن بألف خير. بكل تأكيد هي مناسبة يعني كبيرة جدا ومناسبة عظيمة على كل السعوديين وأيضا المقيمين على ترى هذا الوطن. نرجس، إيش مجهزة لنا؟ طبعا أشياء مختلفة ومميزة، زي ما أنت أكيد عندك فئة عمرية معينة، أنا اخترت الفئة العمرية الثانية، أنت الكبار وأنا الصغار يا خلف. يعني الحوار طبعاً صحيح، الحوار ما بين الكبار الأجداد والأحفاد ولا نرجس؟ إلا صحيح، طبعا هذيل الفئتين هم اللي عاصروا أشياء مختلفة. الحين جن الجديد أكيد عنده صحيح. طموح وعنده أشياء جميلة، وأكيد زي ما قلت لك الفئة العمرية اللي عندك أكيد بثقافتها وخبرتها، ويعني أكيد تحب تعلم من الجيل الجديد الأشياء اللي شافتها وعاصرتها بالضبط. وأكيد تعطيهم الخبرات بالضبط. يعني إحنا اليوم بطريقتنا بطريقة سواليف المعتادة بنعيش، أنا بعيش مع رجل يعني عاش فترة ما شاء الله تبارك الله يعني طويلة، الرجل من أيام الملك سعود أيضا إلى هذا الوقت، الرجل عايش ما شاء الله تبارك الله في وظائف متعددة، الآن هو كبير في السن، ما ودي أحرق على المشاهدين. وأكيد يا نرجس أنت عندك قصة مختلفة، إيش رأيك أنا أبدأ في قصتي وبعدين نرجع لك؟ طبعا أنا متشوقة أشوفها، خلونا نروح مع خلف. يلا سهلا فيكم من جديد. أنا اليوم اخترت أني أكون في مزرعة في غرب الأفلاج. هذه المزرعة يسمونها مزرعة أم العسل، عند العم قيان اللحيان. عم قيان أهلا وسهلا فيك. الله يحييكم. حياك الله. مرحبا ألف. اليوم إحنا في مزرعتك مستذكر يوم الوطن، مستذكر هذه الذكرى الجميلة، وأبيك تقول لي يعني مشاعرك أنت وأنت قاعد تشوف ما شاء الله النهضة الكبيرة، عطني مشاعرك. والله شف، كل مواطن مخلص يشعر بالفخر مهما يعني فكر الإنسان، لازم يكون تفكيره إيجابي على قد الحدث، على قدر الحدث. يعني إننا في وضع نحسد عليه، عندنا الأمن والرخاء، وعندنا يعني والبلد مربوطة كلها مواصلات واتصالات وأشياء كثيرة جدا بعض الدول لم تصل إليها. طب الحين لما تجلس مع أحفادك وتذكرهم زمان أول يعني وكيف الآن وصلنا، وش تقول لهم؟ عطني والله شوف، أنا أقول لهم، أنا أذكر لهم أحياناً وضعنا في ذلك الوقت. كنا نروح المدرسة الابتدائية في عام 1380 هجرية، لا تضحكوا علي، نروح الواحد ما عليه إلا ثوب واحد، لا نملك ملابس داخلية ولا حذاء ولا كنادر ولا فطور ولا أكل ولا ريال، نروح للمدرسة على الجوع، وبعد الفسحة نروح نجمع البيوت لأننا قريبين، الواحد يلقى تمرة يلقى شوي لبن يأكل التمر مع اللبن ويرجع للمدرسة مرة ثانية. في ذلك الوقت ما في النهار أكل إلا وجبة بالليل، يعني الصباح والظهر وبعد الظهر ما في طعام، يعني رز ولا بر ولا شيء، تمر قهوة كذا، فيه وجبة واحدة في الليل، يجتهدون على أن يقدمونها لأسرهم فقط. كنا في نعمة الحمد لله الآن. الحمد لله دحين إن الآن مصابين بالتخمة من كثر ما ناكل، يلا العافية. طيب يا عم، إحنا نبي الله يسلمك نتخاور ونطلع الرياض ونتمشى، تم يا عم؟ إن شاء الله تم. طيب الحين نبي نتمشى في المزرعة وتفرجنا على مزرعتك الجميلة. بسم الله. ما شاء الله، وش هالزين ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين، هذه طال عمرك من عام 1406.
ما شاء الله تبارك الله، يعني لها 35 سنة. ما شاء الله عليك يا عم، أنا سعيد جدا يا عم يعني بهالدقائق الجميلة، انبسطت معك اليوم. احنا كنا مع أكيد العم وقيان، جولة كانت مختلفة، بنكمل جولتنا برضو في الرياض، لكن بعد ما نخلص من هالجولة، بعد ما نخلص من الرياض بنروح لمين؟ نروح لنرجس العوامي. أنا اليوم جيت في قصر المصمك أو ساحة المصمك بالتحديد. الناس دائماً يحبوا يجوا لهذه المنطقة التاريخية اللي أكيد لها قصص أو أحداث تاريخية واللي حكى عنها الكثير الكثير. الموجودين هنا قاعدين يحتفلوا بطريقتهم الخاصة. جبت البنات والأطفال اللي معاي علشان يتعرفوا على هذه المنطقة التاريخية، وراح أخذهم جولة وخلكم معاي. تعرف في مثلاً هذه المنطقة وش كانت تعني، الأماكن التاريخية اللي فيها وحتى الأحداث؟ اللي أعرف إنه ملك عبدالعزيز هو اللي أسس المملكة العربية السعودية، واليوم نحتفل باليوم الوطني 89. أكيد أنت محضرة شيء لليوم الوطني وحابة تشاركينا فيه. روحي وما ملكت يدي فداه، وطن الحبيب وهل أحب سواه، وهو الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله وأرباه. وطن الحبيب وطن الحبيب، وهل أحب سواه. تعرفي مثلاً الأول كيف عاشوا حياتهم؟ يعني إحنا شوية في منطقة تاريخية، وتصف الأول كيف عاشوا؟ يعني في دائماً البيوت طينية وتنقلاتهم بطريقة مختلفة عنا، وش تعرفي أكثر؟ الأكلات حقهم مثل اللعبان كانوا زي كده، وكان معهم سيارات ولا أي شيء، وكانوا يسافرون يعني بالجماعة، وكان معهم الشيء متطور في الأشياء. أحلى صارت ولا؟ أحلى، كلهم حلوين. اليوم أنت محتفلة بكل صراحة، وحاطة علم على خدك ويدك فيها لون أخضر، ما أدري وش هذا. قولي لي. من كثر محبة الوطن زاد. الله، أنت شعر ولا أغنية بتقولي لي؟ شعر. يلا تقولي لي. حب الوطن ما هو مجرد حكاية أو كلمة قافية أعذب سلوك، حب الوطن إخلاص مبدأ وغاية، تبصر به عيون وتنبض به قلوب، حب الوطن إحساس يملي حشايا، وأنا بدونه في الأمم غير محسوب، موجود في دمي وكامل عبايا، ساميه النفس غالي ومرغوب، إكوى وطننا في سما المجد راية، واسمك عليه في بحرف العز مكتور، إيش مخوحنا لك أمان وحماية، ولك عهد في يوم العز مكتور. صح لسانك. على الرياض معي العم وقيان، جاء معنا عم وقيان. كيف شايف الرياض؟ كيف شايف التطور اللي قاعد يصير فيها؟ والله ممتازة الرياض، ممتازة جدا جدا ما شاء الله. طيب شاركتنا قبل شوي في العرضة، واضح انها يعني واضح انك متمرس ولا؟ والله شوف انا فعلا انا طربت للعرضة ولعبت بالسيف،
والعرضة هي لسان حال الحروب والشجاعة وحفز همم الرجال في أداء المهمات اللي يؤمرون بها. شكرا لك يا عم. الله يحييك. عشناها اليوم مختلفة ومميزة بمناسبة حب الوطن. أكيد خلف عنده تجربة أخرى عاشها وانبسط فيها. خلف، كيف كانت تجربتك في الأفلاج؟ والله شوفي يا نرجس، يعني إحنا عشنا تجربة ما بين جيلين، جيل الأحفاد وجيل الأطفال. أنا رحت الأفلاج، ذكروا لي شايب هناك عنده مزرعة، رجل حياة ريفية ما يحب يطلع للمدن كثير، لكن الرجل يفاخر بوطنه ويحب وطنه كثير. بطريقة الخاصة. بطريقة الخاصة جالس يسولف لي عن زمان أول، رجل من أيام الملك سعود تخيلي، وجالس يحكي لي قصص. أنا ما كان ودي أقول له وقف، يعني لو ما كنا محكومين بوقت كان ودي أسولف معه طول اليوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم اللي قاعدين نشوفه في الوطن، سواء في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، يعني في تلاحم، وجالسين نحس ان احنا نسيج واحد. حقيقي نرجس، هذا اللي انا اشعر فيه دائما لما اتنقل في جميع مناطق السعوديه. صحيح. صراحه شعور مختلف، يعني تعجز بعض كلماتي عن التعبير. اخذت معي اطفال عشان هم يعبروا بلطفهم وبراءتهم. بسألك عن تجربتك، كيف كانت؟ حلوه دائما، خاصه انك في مكان مره مهم. حقيقي مكان تاريخي، عبق تاريخي ايضا، في ريحه الاجداد وفي تاريخهم وفي تفاصيل مختلفه اكيد عاشوها الاطفال. اليوم يعني ما شاء الله منفتحين على عالم السوشيال ميديا، فلو يبغوا يعرفوا عن التاريخ بيعرفوه بضغطه زر. بالضبط. يعني اليوم احنا جالسين نتكلم عن يوم وطني هو رقم 89، جالسين نعيش تجربه، يعني خلينا نقول حافله بالعطاء. وتيره التنميه متصاعده مره. الشيء اللي نبي نقوله انه احنا جالسين نفتخر بوطننا. كل عام والوطن بخير، كل عام وقيادتنا اكيد بخير. جميل. طبعا خلف يعني مهما قلنا ومهما وصفنا ما يحقق نتفة واحدة او جزء بسيط من هذا التعبير اللي احنا حابين نعبر فيه عن وطننا. وانا عندي رسالة، يعني قبل ما نختم، رسالة يعني لكلنا، يعني كل الناس اللي جالسين يشاهدونا الان، انه وطننا خط احمر اكيد، وترابطنا شيء ضروري جدا طبعاً. وايضا كلنا نقف ايش مع الوطن. بالضبط. اكيد ضد الاعداء. اكيد بالضبط. يعني احنا اليوم وصلنا لنهايه فقرتنا، نشوفكم في سواليف جايه. مع السلامه.